اهلا بكم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يجدد تهديده ووعيده بمهاجمه الاكراد في عفرين داخل الاراضي السوريه ويدعو الناتو لاتخاذ موقف من تشكيل التحالف الدولي جيشا لحمايه شمال وشرق سوريا واشنطن تتحفظ عن الرد والحلف الاطلسي يتريث فهل تقدم تركيا على تنفيذ تهديداتها ضيوف ساعة حرة من القامشلي حكمة الحبيب عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية أهلا بك من اسطنبول يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي نرحب بك من موسكو يفجيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي الروسي أهلا بك ومن واشنطن أندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نرحب بك أبدأ من اسطنبول مع يوسف كاتب أوغلو أستاذ يوسف تهديدات متوالية ومتتالية لتركيا بدخول عفرين بماذا يختلف هذا التهديد اليوم مع التصعيد الكلامي للرئيس أردوغان عن التهديدات السابقة مساء الخير تحياتي لك ولضيفيك وللسادة المشاهدين أهلا بك. هذه التهديدات لم تأتي من فراغ عندما يكون الموضوع يتعلق بالأمن القومي التركي الذي يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للسياسة التركية الخارجية وعندما تحذر تركيا مرارا الولايات المتحدة الأمريكية من أنه يجب أن لا تقف بالصف الخطأ وأن لا تقف مع ميليشيات تعتبرها تركيا أنها إرهابية أمثال البي واي دي والواي بي جي وتحذر مرارا من خلال الدبلوماسية والسياسة التركية ومن خلال لقاءات متكررة بين اردوغان وبين ترامب وبين الحكومه التركيه والحكومه الامريكيه على ان لا يتم تسليح هكذا ميليشيات وتستمر امريكا في ارسال 4500 شاحنه محمله بالاسلحه المتطوره ثم يتم الاعلان عن تشكيل قوه حدود على الحدود المشتركه مع تركيا وعندما تكون تركيا الدوله الوحيده المعنيه لكونها دوله هي التي لديها حدود مشتركه مع الشمال السوري فوجب على تركيا ان توجه هذه الانذارات والتحذيرات وان وان تبدي جديتها لان لا يكون هنالك اي تبعات بعد ان يكون استنفذت كل الوسائل هذا ما يحدث الان لا يمكن القبول بانشاء ميليشيات مسلحه عمودها الفقري البي واي دي التي هي امتداد للبيكاكا وهو المنظمه الارهابيه المعترف بها عالميا انها ارهابيه من قبل امريكا نفسها واوروبا لا يمكن القبول بذلك بحجه ان هنالك محاربه للارهاب لا يمكن التنسيق مع استبدال داعش بمنظمه ارهابيه اخرى تسمى البي واي دي والواي بي جي. تركيا منزعجه جدا هي المعنيه حدود دوله تركيا هي في خطر ووجود هكذا قوات على الحدود هذا هو الذي يؤزم المنطقه وهذا التصريحات من الحكومه التركيه رده فعل لفعل استفزازي من قبل الحكومه الامريكيه ووحدات الشعب الكرديه ولكن لذلك استاذ يوسف يعني, يعني يعي تماما هذا ان تركيا جاده فيما تقول نعم هذا التهديد تنزل. بدخول عفرين يعني ليس جديدا وهو ليس التهديد الاول ولم ياتي فقط ردا على اعلان التحالف الدولي عن تشكيل جيش قوامه 30 ألف مقاتل من الأكراد والعرب في شمال وشرق سوريا هذا التهديد جاء منذ أشهر ولم تقدم تركيا على تنفيذ تهديدها بماذا يختلف تهديد اليوم عن تهديد الأمس؟ يا سيدي لا تغير في السياسة التركية تجاه ما يخطط له في شمال سوريا أمريكا تخطط أن يكون هنالك إقليم فدرالي على أساس عرقي كردي وتستخدم هذه المجموعات المسلحة أمثال البي واي دي كذريعة في التغيير الديمغرافي ليتم هنالك اقليم فيدرالي هذا واضح وتركيا اعلنت منذ اكثر من عام بانها لن تسمح بقيام اقليم فيدرالي في شمال سوريا يهدد الامن القومي التركي وقبل شهور عندما تم الحديث عن عفرين نعم تم الحديث عن عفرين نعم ولكن كان الحديث واضح بان تركيا لديها الحق هي تملك الحق الكامل في تحديد الزمان والمكان والاليه وكيفيه استخدام المعارضه والتنسيق مع المعارضه السوريه لتطهير المناطق المتاخمه لتركيا من وجود ميليشيات مسلحه تعتبرها ارهابيه. طيب حكمه الحبيب من القامشلي، كيف تنظرون سيد الحبيب الى هذه التهديدات التركيه؟ الرئيس اردوغان يقول غدا او بعد غد او في وقت قريب سنقضي على بؤر الإرهاب في سوريا واحدة بعد الأخرى بداية من منبج وعفرين أولا مساء الخير لك والضيوف أهل أهل. وللمشاهدين حقيقة ما يحدث الآن على الحدود السورية هو تجيش من قبل حكومة أردوغان من أجل إعادة سيناريو احتلال أخرى كما حصل في جرابلس ومدينة الباب لا يوجد الآن داعش في مناطق الشمال السوري حيث أستطعنا نحن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية التي ضيفك من إسطنبول من تركيا يقول بأن وحدات حماية كردية هي وحدة حماية شعبية نحن مجموعة من المكونات في الشمال السوري من كل مكونات من العرب والكرد والسريان موجودين ضمن وحدات حمايه الشعب وقوات سوريا الديمقراطيه التي حقيقه هي حاربت الارهاب واستطاعت من خلال التحالف ان تطهر مساحات واسعه من الجغرافيا السوريه لا نحن لا نملك عداء للجاره التركيه اذا كانت حكومه اردوغان لديها هاجس من هذه من هذه القوات فهي تعود لتحليلاتهم ورؤاهم نحن لا نعول ولا نخشى هذه التهديدات نحن معتمدون على قوات دفاعنا الذاتيه التي استطاعت ان تهزم الارهاب وهي كسبت ثقه المجتمع الدولي والتحالف من خلال القضاء على داعش وهزيمته في الرقه مثل هذه التهديدات نراه تدخل في الشان السوري نحن قبل ان نكون كرد وعرب وسريان نحن سوريون ما علاقه الدوله التركيه ان تتدخل في شاننا الداخلي اذا كانت هذه القوات تكون ضمن الحدود الدوله التركيه او في الداخل التركي من حق حكومه اردوغان او الدوله التركيه ان تناشد المجتمع الدولي او تحارب هذه القوات ام ان تقوم بحشد هذه القوات وقصف مواقع بحجه بانها اصبحت مناطق امنه باتجاه ادلب لتقصف مدينه عفرين الامنه التي تحوي الالاف من حقيقه من المشردين ومن اللاجئين من الداخل السوري التي تعرضت لارهاب داعش نحن نرفض مثل هذه التدخلات ومثل هذه المزاعم الحقيقه لا صحه لها طيب سيد الحبيب هل قامت هذه القوات باي عمليات ضد تركيا منذ تاسيسها وحتى اليوم او هل تنوي في المستقبل بالقيام بعمليات ضد تركيا ان كان في المناطق التي تتواجد فيها تركيا في ادلب وغيرها من الاراضي السوريه او داخل الاراضي التركيه؟ المجتمع الدولي والتحالف الدولي يرى بأم عينه بأن هذه القوات هي اتجهت منذ بداية الأزمة السورية بالحفاظ على البنية التحتية للبلاد بعد أن توسع الإرهاب في مناطقنا تكونت وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية واتجهت حقيقة إلى محاربة داعش ابتداء من مناطق تلحميس وتلكوتشر والشدادي وصولا إلى الرقة لم يشهد المجتمع الدولي ونحن أبناء المنطقة وأنا أتكلم الآن معك أنا من المكون العربي ومن قبيلة طي حقيقة لم نرى قواتنا بأنها تعمل ضد دول الجوار نحن نسعى كما ذكرت لك لعلاقات حسن جوار كل ما تدعيه الدولة التركية هي عبارة عن مزاعم لا صحة لها ولا يوجد أي تسجيل لأي اعتداء من قواتنا باتجاه على العكس ما يتم الآن إنشاؤه من قوات لحماية الحدود من تسلل داعش مرة أخرى أين كانت الدولة التركية والجيش التركي عندما؟ كان كانت اكثر من 900 كيلومتر من الحدود السورية التركية مفتوحة لدخول الارهابيين داعش من كل انحاء العالم سؤال وجيه وننتظر جوابا من الاستاذ يوسف كاتب اوغلو، ننتقل الى موسكو مع ايفغيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي الروسي، سيد سيدروف كيف تنظر روسيا الى هذه التهديدات التركيه بدخول عفرين؟ نعرف ان تركيا كانت تريد ان تحصل على ضوء اخضر روسي لهذا الدخول الى عفرين، هل حصلت عليه برأيك؟ سيد سيدروف هل تسمعني؟ تسمعني؟ نعم علو. اسمعك تفضل. الو؟ اه مساء الخير لك وللمشاهدين والضيوف الكرام. اعتقد بان روسيا الان ربما في وضع صعب جدا. نعم تفضل. لانها مضطره للتعامل مع هذه التهديدات التركيه ولو انطلاقا من كونها دوله متحالفه مع تركيا فيما يتعلق بالتعامل مع الملف السوري كما انها اي روسيا دوله ضامنه الى جانب تركيا ايضا لمناطق خفت التصعيد من هنا فان روسيا ربما الان يعني تحاول الجمع بين موقفها المتحالف مع تركيا وبين ربما الادانه الكلاميه على الاقل او التعبير عن القلق البالغ بصدد ما يمكن ان يؤول اليه التدخل التركي واستهداف الاكراد من قبل القوات التركيه، يبدو ان هذا التصعيد يقلق موسكو ولكن ليس لدرجه ان روسيا مستعده للتصعيد في العلاقات مع تركيا لان هذا سيؤدي لمرحله الى تدهور حاد لهذه العلاقات وهي مهمه جدا بالنسبه لموسكو التي تحتم وتحرص على وقوف تركيا معها فيما يتعلق بكل الامور الخاصه بالملف السوري لا سيما الان وقبل ايام او قبل يعني انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوشي باسبوعين طيب قبل ان ننتقل الى اندرو تابلر في واشنطن نتوقف مع زميلنا في وزاره الدفاع الامريكيه جو تابت لمعرفه الموقف الامريكي من هذه التهديدات التركيه جو هل هناك اي موقف من وزاره الدفاع او التحالف الدولي؟ فيما نسب إلى المتحدث باسم التحالف أن التحالف يعني لا يعتبر عفرين بأنها تقع ضمن إطار العمليات التي يقوم بها التحالف في سوريا أولا ميشيل دعني أقول بأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ميجر أدريان رانكين جالووي تحدث للحرة ونفى مضمون ما نشر او ما نقل عن المتحدث باسم التحالف الكولونيل راين ديلن المتحدث باسم البنتاغون اكد للحره بان الكولونيل ديلن ما زال موجودا في بغداد وهو تحدث فقط مع وكاله انباء الاناضول التركيه وهو لم يتحدث مع اي وسيله اعلاميه روسيه لذلك فان كل ما نقل عنه وبحسب المتحدث باسم البنتاغون هو عار عن الصحه وذكر بان الكولونيل ديلن اكتفى بالاشاره الى انه ليس لقوات التحالف اي عمليات عسكريه حاليا او اي خطط عسكريه في منطقه عفرين. طيب جول للتذكير فقط بان ما نسبته بعض الوكالات الروسيه الى ديلن بان التحالف الدولي لا يعتبر مدينه عفرين او يعتبر ان مدينه عفرين لا تقع ضمن نطاق مسؤولياته ونسبت هذه الوكالات الى ديلن قوله بان منطقه العمليه التركيه تقع خارج نطاق مسؤولية التحالف هذا ما ذكرته بعض وكالات الأنباء الروسية نعم تفضل جو صحيح بالعودة إلى سؤالك حيال موقف وزارة الدفاع الأمريكية في الواقع امتنع اليوم المتحدث باسم البنتاغون التعليق على البيانات التركية لكن علينا أن نذكر بأن موقف البنتاغون موقف وزارة الدفاع الأمريكية معروف حيال التاكيد على التعاون الامريكي مع القوات الكرديه وتحديدا العناصر الكرديه في اطار في اطار قوات سوريا الديمقراطيه. ولذلك هناك دائما تاكيد بان الولايات المتحده ستدافع عن حلفائها داخل الاراضي السوريه. في الوقت نفسه وزاره الدفاع الامريكيه تؤكد على متانه العلاقه مع تركيا بصفتها عضو فاعل في حلف الشمال الاطلسي. الاجواء تبدو في هذه الساعه ميشيل بان بان هناك مساع تجريها الاداره الامريكيه مع الطرف التركي وهناك ايضا حاليا رئيس هيئه اركان القوات المشتركه الجنرال جو دانفورد موجود الان في في بلجيكا في بروكسل وهو من المتوقع ان يلتقي نظيره التركي في الساعات المقبله اذا هناك امتناع رسمي في البنتاغون عن التعليق على البيانات التركيه وهناك تعويل او ربما انتظار لعل المساعي الدبلوماسيه التي اطلقها البيت الابيض في شكل سري وما يمكن ان يرشح عن لقاء دانفورد ونظيره التركي ربما قد تتبدد الصوره او تتحول الى صوره اكثر وضوحا جو تابت مراسل الحرة في وزارة الدفاع الأمريكية شكرا جزيلا لك، أندرو تابلر من العاصمة الأمريكية كيف تصف هذا التحفظ الأمريكي؟ على ما يصدر من مواقف متصاعده وتصعيديه من قبل تركيا، والرئيس التركي قال بانه لن يتصل بالرئيس ترامب ولانه ناقش معه في السابق مساله عفرين، وانه ينتظر مكالمه من الرئيس الامريكي للرد عليه اي على اردوغان فيما يتعلق بمنطقه عفرين. <applause> نعم أعتقد في هذه الحالة تحديدا أن عفرين هي خارج منطقة عمل العملية. العملية التصميم إنهيرنت ريزولف والأتراك وروسيا ايضا بعيده عن المنطقه وبالتالي سننتظر لنرى كيف تتطور الامور، نعرف ان عفرين مهمه جدا بالنسبه لتركيا وهي مشكله لان الولايات المتحده الامريكيه قد دعمت قوات سوريا الديمقراطيه في حربها ضد داعش ولكنها لم تدعمها في رغبتها بإنشاء راجوفا وهي المنطقة الكردية التي يشير إليها بعض الأكراد في المنطقة وبالتالي ربط منطقة عفرين مع المنطقه المناطق الاخرى تشكل مشكله وامريكا تحاول اداره هذه المشكله حتى الان هي نجحت حتى الان ولكن سنرى ما سيحصل بعد التصرف او التحرك التركي امريكا قلقه حيال ما سيحصل يعني في حال قيام تركيا بهجوم على عفرين وهذا هجوم يقول اردوغان بانه ربما يحصل غدا او بعد غد او في وقت قريب ماذا سيكون الموقف الامريكي وخصوصا انه متحالف مع الاكراد ومع قوات سوريا الديمقراطيه المتواجده في عفرين ومنبج سؤال جيد والامر يتعلق بمعنى الهجوم على عفرين هل يعني ذلك السيطره على كل المنطقه هي منطقه جبليه صعبه او سيكون هناك محاوله لتوسيع ما بدات تركيا تقوم به منذ حوالي شهرين وهو عزل عفرين عن باقي المناطق في سوريا هذا ليس واضح حتى الآن لذلك علينا أن ننتظر ونرى ما سيحصل فيما يتعلق بموقف واشنطن يصعب أن نعرف ما الذي ستفعله أو ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن في وضع كهذا وهنا يجب أن نحيل السؤال إلى البيت الأبيض والبنتاغون. طيب فاصل قصير ونتابع كونوا معنا اهلا بكم من جديد استاذ يوسف كاتب اوغلو الرئيس اردوغان قال ان جيشه جاهز لشن عمليه في اي لحظه ضد وحدات حمايه الشعب الكرديه في عفرين ومنبج اذا كان الجيش جاهزا فماذا ينتظر طبعا بدايه الكثير من الاحاديث من ضيوفك كان وجب التعليق عليها بشكل سريع جدا، هنالك من قال بان يعني عفرين هي منطقه هادئه ولا لم تقم بعمليات ضد تركيا ويجب يريد علاقات حسن جوار ويجب على الجيش التركي هو الذي يحمي حدوده من تسلل داعش، على طول تركيا التي ساعدت داعش، هذا كلام غير صحيح يا سيدي وتكلمنا فيه كثيرا وتركيا هي التي تضررت من داعش وتفجيرات اسطنبول وأنقرة والريحانية وعنتاب وغيرها كانت هي التي عانت منها تركيا مباشرة من داعش واعتقلت 3625 داعشي ومنعت أكثر من 33 ألف هذا فقط ل... ل... بس... ف... للتفكير نعم. أما بالنسبة لما يحدث الآن تركيا ماذا انتظرت؟ انتظرت الكثير من تهيئة الأجواء وأن يكون هنالك عدول عن دعم هكذا ميليشيات من قبل أمريكا تركيا انتظرت أن يكون هنالك تراجع حقيقي يعني من يعني بعد أن تمت لقاءات دبلوماسية وسياسية بين أردوان وبين آآ آآ أوباما ثم ثم ترامب في العدول عن دعم هكذا ميليشيات ثم ضيفك يقول أن ميليشيات القسد أو قوات سوريا الديمقراطية هي هي مكونات الشعب السوري وهذا شأن داخلي وعلى تركيا ألا تتدخل في الشأن الداخلي سيدي اولا قسد وقوات السيد العمود الفقري عندها هو وحدات حمايه الشعب الكرديه البي واي دي التي هي عباره عن مجموعه ارهابيه تحتفل وتتراسها عبدالله يتراسها عبد الله جولان عبد الله جولان عبد الله نعم هو وعبد الله اوجلان الذي هو رئيس البي كا نعم وبالتالي يجب عدم الضحك على الذكور وتغيير مسميات المجموعات، اما طيب, طيب بالنسبة اعود الى السؤال استاذ يوسف، الان تركيا ماذا سيكون ترتيبها الان؟ نعم اعود الى السؤال الاساسي وهو اذا كان الجيش التركي جاهزا لشن عمليه على عفرين ومنبج كما قال الرئيس التركي ماذا ينتظر اذا؟ يعني قلت انه تحدث الرئيس اردوغان مع رئيس اوباما ومع رئيس ترامب ولكن اليوم الجيش جاهز فماذا ينتظر؟ العمليه العسكريه هي طريقه توقيتها وتنفيذها والياتها و مآلاتها هو ما تحدده المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية يعني عليك أن تتوقع أنه في خلال الساعات القادمة بل حتى من الان بدا الان القصف من داخل الحدود التركيه على مراكز محدده لهذه المجموعات وهنالك تعزيزات عسكريه على المنطقه صفر، مم. اما التوقيت واي ساعه فهذا شان عسكري وفق خطط عسكريه تحددها القياده العسكريه، الجيش التركي لا ينتظر شيء، الجيش التركي هو حذر والحكومه والسياسه حذرت من تبعات ومآلات ما سيحدث وعلى امريكا وعلى الجميع ان ياخذ هذا بمحمل الجد. المعني هنا الامن القومي التركي وهو خط احمر وتركيا لن تسمح بان يكون هنالك استهداف لحدودها ولا ان يكون هنالك اصلا تواجد فيدرالي في الشمال السوري وهذا ما يهدد تركيا وحذرت منه مرارا طيب سيد حكمة الحبيب من القامشلي كيف سترد قوات سوريا الديمقراطيه على اي توغل تركي داخل عفرين؟ اسمه ضحك على الذقون انما هناك واقع حقيقي نعيشه هم يخلطون ما بين البي واي دي وهو حزب الاتحاد الديمقراطي وهو حزب سوري منتسبيه سوريين ويخلط وحدات حمايه الشعب اليبكه ووحدات حمايه المراه اليبجه والتي تعمل تحت مظله قوات سوريا الديمقراطيه فما زال هذا الخلط لديهم وهذا الهاجس الذي دائما يحاولون ان يخرجونه من مفهومه الوطني لدينا ونحن موجودون في الشمال السوري اؤكد له واؤكد للجميع عبر قناتكم باننا نعم مكونات وهذه المكونات الاكراد هم جزء من هذه المكونات الاساسيه من مكونات الشعب السوري وكل ابناء هذه المكونات وضعت يدها يدا بيد من اجل محاربه داعش والقضاء عليها ونجحت في ذلك هذا بعد هذا النجاح هذا الامر ذكرته هذا قبل قليل استاذ حكمت ولكن كيف ستتعاطى مع اي توغل تركي في عفرين ومنبج كيف استطاعت قوات سوريا نعم نحن نحن كما استطعنا ان نهزم داعش امام امراه المجتمع الدولي عبر قواتنا قوات سوريا الديمقراطيه واعتمادنا على الاراده الذاتيه واراده شعوبنا التي لا تؤخر التي هي مؤمنه بالمشروع الديمقراطي تستطيع ان ترد على اي اعتداء خارجي ونحن مكونات قوات سوريا الديمقراطيه وحتى ابناء العشائر العربيه التي موجوده في الجزيره السوريه وصولا الى عفرين هي يد بيد لمحاربه اي اعتداء على السياده السوريه انطلاقا من عفرين او اي مناطق اخرى، نحن سنكون امام حرب اذا ودوله تعتدي وتحتل جزء كبير ومهم من سوريا، عفرين هي جزء من سوريا، ليست هي جزء من اسطنبول او انقره او جزء من تركيا، نحن نحافظ على السياده السوريه بكل مكوناتنا وتحت مسميات عديده مسميات قوات سوريا الديمقراطيه وحتى العشائر ستتدخل وسوف تحارب هذا الاحتلال، نحن ولن نقم مكتوفي الايدي لاننا ابناء سوريا ونحن نرغب ونحافظ على سوريا على وحده سوريا ارضا وشعبا وعفرين هي جزء اساسي من سياده سوريا ونحن نرفض اي اعتداء على هذه السياده طيب سيد حكمه هل هناك وجود عسكري امريكي في عفرين نحن حقيقة توجد مسافة بيننا وبين عفرين، هناك حقيقة حسب المعلومات المتوفرة لدينا وجود قوات روسية كمراقبة في تلك المنطقة، قوات التحالف هذا الجواب من الممكن لدى العسكريين ان يعني كانت هناك قوات للتحالف في عفرين، ولكن قواتنا الذاتية الموجودة في عفرين تستطيع أن تدافع عن عفرين ونحظى حقيقة بدعم التحالف الدولي واحترامه وتقديره لأننا استطعنا أن نحرر جزء كبير من سوريا من الارهاب ولكن دائما اكرر واقولها عبر قناتكم بان حكومه اردوغان لا يعجبها اي مشروع ديمقراطي بجوار من حدودها لانها تخشى ان تنتقل هذه العدوى الديمقراطيه الى الداخل التركي حكومه اردوغان ترغب باصدار ازمتها الداخليه الى دول الجوار ونحن السوريون متوحدون نختلف في بعض الامور التي من شانها ان نعالجها في الحوار السوري طيب. السوري ونرفض الاجنده الخارجيه ولا يمكن ولا نقبل بان ضيفك يقول بان تركيا سوف تتوغل او تركيا كيف يحق لهم ان يتدخلون في الداخل السوري يا هم كانوا يرفضون تدخل وحدات حمايه الشعب في الداخل التركي كيف لهم هم ان يحددون على سياده دوله مثل سوريا ونحن نرفض هذا جمله وتفصيلا سؤال وجيه ولكن فيما يتعلق بالتحالف الدولي هل تلقيتم أي وعود او ضمانات من التحالف الدولي بمساندتكم في حال تعرضكم لهجوم تركي في عفرين نحن منذ بداية الأزمة السورية ومنذ أن عزمنا أشدنا العزم لمحاربة داعش بالتنسيق والتعاون مع التحالف الدولي ذكرت لك قبل قليل نحظى باحترام التحالف الدولي الذي وجد في هذه القوات قوى وطنية عملت على الأرض وشاهد التحالف بأم عينه كيف استطاعت قواتنا أن تحرر مساحات كبيرة من سوريا وهزمت داعش الذي نحن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية هي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ككل ونيابه حتى عن الشعب التركي ولكن حكومه اردوغان لا يص... لا يراق لها ذلك لانها خسرت المعركه عبر داعش التي كانت هي جزء لا يتجزا من منظومه اردوغان والقاعده كلها مجموعه واحده فعندما خسرت قواتها في الداخل السوري لم تجد لديها اي شيء سوى التخبط وبالتالي الاعتداء على الداخل السوري نحن ان كنا تلقينا تعهدات من التحالف الدولي او لم نتلقى نحن لن مكتوفي الايدي سوف نحارب باعتمادا على اراده شعوبنا وسوف لن تكون نزهه لجيش اردوغان وكوباني شاهد على ذلك ولدينا تجربه كبيره وراس العين ايضا عانينا في بدايه الازمه عندما دعمت تركيا جبهه النصره انذاك. طيب سيد يوسف كاتب اوغلو تحت اي مسوغ قانوني يمكن ان تدخل تركيا الى عفرين بعد الفاصل سنكون مع يوسف كاتب اوغلو تابعونا. اهلا بكم من جديد ونرحب بضيوفنا من القامشلي حكمه الحبيب عضو الهيئه الرئاسيه لمجلس سوريا الديمقراطيه من اسطنبول يوسف كاتب اوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي من موسكو يفغيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي الروسي ومن واشنطن أندرو تابلر كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قبل أن أعود إلى اسطنبول، أتوقف مع أندرو تابلر في واشنطن. أندرو السيد كاتب أوجلو كان قد ذكر قبل قليل أن واشنطن تسعى إلى إقامة إقليم فيدرالي في شمال سوريا، هل هذا أمر حقيقي؟ وبالتالي كيف يمكن لواشنطن ان ترد على التصعيد التركي وبالتالي على اللهجه المتصاعده والاتهامات المتكرره من قبل تركيا بالنسبه لواشنطن ودعمها للارهاب لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تفكر بصيغه فيدراليه لسوريا طبعا الامر يعود الى السوريين هل يريدون دوله لديها بعض من الاستقلاليه الذاتيه ربما نعم وهذا جزء من العمليه السلميه ولكن في الاساس لا اعتقد ان احد يريد ان يعود الى الظروف التي ادت الى داعش وبالتالي لا رغبه في العوده الى نظام الاسد الفاشل الذي بدات الثوره ضده والذي خسر الكثير من الاراضي السوريه وبالتالي امريكا والحلفاء يفضلون عدم العوده او الشعب السوري يفضل صيغه تسمح بالقضاء على الارهاب لكي لا تعود قوات اخرى وهذا سيكون اساس المفاوضات برايي وسنرى ما ستكون نتيجه العمليه السياسيه وبالتالي ما هي نسبه الاستقلاليه لهذه المناطق ولكن ستبقى ضمن سوريا لا اعتقد ان هناك رغبه بتقسيم سوريا بل تاكد ان داعش لن تعود برايك يعني سيد تابلر ماذا وراء التريث الامريكي وعدم التصعيد مع تركيا خصوصا في ظل لهجه متصاعده من قبل الرئيس التركي على الولايات المتحده تدعم الارهاب، تدعم الاكراد، تريد اقامه اقليم فيدرالي في شمال سوريا وما الى ذلك، ونعرف ان الرئيس ترامب عاده لا يعني يتساهل مع مثل هذه الامور. طبعا لا يمكنني ان اتوقع موقف الرئيس ولكن في ظرف كهذا البيت الابيض ووزاره الخارجيه يحاولون اداره There's الازمه قدر المستطاع كما تعرفون هناك توتر كبير بين الجيش التركي ومجموعه اخرى هي طبعا نظام الاسد الذي تدعمه روسيا وايران عسكريا بمستويات مختلفه النشاطات في ادلب اظهرت ان تركيا وروسيا وايران ليست على صفحه ذاتها هناك بعض التعقيدات ايضا في هذا الجزء من البلاد فعلينا ان نرى تطور الامور لنرى كيف ستسير طيب يفغيني سيدروف الى اي مدى يمكن ان يؤثر التصعيد واي هجوم تركي على عفرين على عقد مؤتمر سوتشي خصوصا ان روسيا ولانجاح مؤتمر سوتشي تريد استضافه او دعوه الاكراد الى المشاركه في حين ان تركيا ترفض مشاركه الاكراد تحت اطار قياده سوريا الديمقراطيه او الوحدات التابعه لحمايه الشعب الكردي لا اولا يبدو ان روسيا وتركيا كانت قد توصلتا الى اتفاق ربما يرضي كل منهما بشان مشاركه بعض مكونات الشعب الكردي وكانت هناك شيعات او حتى انباء تفيد بان الاتفاق طال مشاركه المجلس الوطني الكردي الذي ربما كان خارج الاتهامات التركيه بممارسه الاعمال الارهابيه م. يعني على اي حال كانت هناك انباء بهذا الشان فيما يتعلق بمدى تاثير التصعيد في من قبل تركيا والتطورات المحتمله في عفرين خلال ربما ساعات القليله القادمه فطبعا تاثيرها سلبي جدا وروسيا سوف تضطر كما يبدو ل يعني عدم ابداء رد فعل قاس جدا في حاله اذا ما بدات بالفعل تركيا بعمليه عسكريه واسعه النطاق لان روسيا مضطره للتعامل مع تركيا والتنسيق معها لان كما قلت روسيا وتركيا دولتين ضامنتين لاتفاق خفض التصعيد، كما انهما تعملان ايضا على الاعداد لمؤتمر سوتشي، وبالتالي روسيا لا اعتقد بان رد فعلها سوف يكون حادا جدا فيما اذا بدات تركيا بتنفيذ عمليه عسكريه، ولكن انا اتوقع بان هذا لن يحدث. وربما هناك اتصالات سريه تجري الان بين قادة روسيا وتركيا ربما حتى الولايات المتحدة لتجنب المزيد من التصعيد الذي لا يستجيب برأي لمصلحة أي منها أي لمصلحة واشنطن ولا أنقرة ولا موسكو وبالتالي أتوقع بأنه رغم التصعيد المتوقع هناك طرق ووسائل يمكن أن تؤدي إلى تخفيف التوتر ولو بشكل مؤقت ولاستمرار الاستعدادات لمؤتمر سوتشي الذي يبدو أنه ربما لن ينعقد في موعد محدد وهناك احتمالات حسب بعض المصادر لإرجاء موعد انعقاد مؤتمر سوتشي من جديد نعم طيب سيد يوسف كاتب أوغلو قبل أن تجيبني عن السؤال حول او تحت اي مسوق قانوني ستدخل تركيا الى عفرين ما هو البديل عن عدم دخول تركيا الى عفرين يعني بماذا ترضى تركيا كي لا تدخل عفرين يعني الكثير من النقاط من معظم الضيوف واتوقع ستعطيني الوقت الكافي ولكن اجبني عن 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 السؤالين يعني اللذين طرحتهما عليك استاذ يوسف لاعطيك الوقت بعد ذلك لو سمحت اتفقنا تمام اتفقنا نعم بداية ما يرضي تركيا كان واضحا من خلال خطاب الرئيس طيب أردوان عندما قال عليهم أن ينسحبوا أو يستسلموا والا يكون هنالك مجموعات كرديه مسلحه على الحدود مع تركيا، هذا هو الطلب الواضح، م. هذه المجموعات الكرديه المسلحه هي ليست ضد المعارضه السوريه المعتدله ان ينسحبوا من عفرين ومنبج تعبر عن الشعب السوري وليست هي من ضمن الانسحاب من كافه المناطق الحدوديه، هذه المناطق يا سيدي تم اعطاء وعود من قبل امريكا بانه لن يكون هنالك تواجد لمجموعات كرديه مسلحه غرب نهر الفرات، هكذا وعدت امريكا في 2016 سواء منبج وما بعد منبج، هذا هذه وعود قطعت من قبل امريكا قالت يعني من أمريكا اي قرى تحديدا؟ ستنسحب هذه القوات حال انتهاء داعش وانتهت نعم بدايه من منبج وما كل ما له علاقه غرب الفرات، هذا ما تم الاعلان عنه حتى عفرين في 2016 تم إعطاء ضمانات وتأكيدات من أمريكا ف... نفسها بأن هذه القوات لن تبقى هناك هي فقط جاءت لتحارب داعش طيب. الآن هي تسيطر على الأماكن التي زعم أنها حررت من قبل داعش الهدف الرئيسي يا سيدي هو أن يكون هنالك تأسيس وتغيير ديمغرافي واقليم كردي فيدرالي ينفصل فيما بعد أن... أما السؤال الثاني هو ما هي الذريعة التي تدخل بها تركيا تركيا لا تدخل لا ليس لوحدي. ذريعه تركيا. ولكن تركيا للدخول الى بلد اخر تريد مسوق قانوني الموجودة. يعني ما هو هذا المسوق القانوني التي تريد تركيا استخدامه للدخول الى عفرين بدايه بداية هذا الدخول هو استكمال لدرع الفرات مم. هذا الدخول وفق المادة 52 في مجلس الأمن الذي ينص على أن إذا كان هنالك حدود مشتركة وكان تحديد من هجمات إرهابية لحدود دولة ما فعلى هذه الدولة أن تدافع عن حدودها ولا الحق أن تدخل وتحارب التهديد والمجموعات الإرهابية التي تهدد هذا الحدود هذه المادة 52 من مجلس الأمن والأمم المتحدة ثانيا هناك تنسيق بينه وبين الجيش الحر وهذا استكمال لدرع الفرات استكمال لما بدأت به درع الفرات في كل من جرابلس والباب وتم تحرير 2000 كيلومتر وسيتم الاستمرار وتحرير وتطهير كافة المناطق التي يوجد بها مجموعات إرهابية لتمكين الأهالي الأصليين أن يعودوا إلى أراضيهم وضمان الأمن القومي التركي تركيا ليست لديها أطماع ليس احتلال وانما هو ضمان لامنها القومي ولن تسمح بوجود تهديدات من جماعات مسلحه تعتبرها ارهابيه. ثالثا ضيفك يقول بان المسميات والمجموعات هي ليست مجموعات ارهابيه مسلحه. ضيفك من القامشلي وهذا غير صحيح. الواي بي جي والبي واي دي هذه تاتمر بعبد الله اوجلان، هذه امتداد الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني. وهي تأخذ أسلحتها ونفس الفكر ونفس الأهداف وتشكل خطر استراتيجي على تركيا أما ضيفك من أمريكا عندما يقول ضيفك من أمريكا وهو علق تعليق على أن أمريكا لا تفكر بصيغة فدرالية في سوريا هذا كلام غير صحيح أمريكا منذ هذه خطة استراتيجية منذ أول برايت عندما صرحت في أواخر التسعينات بأن تركيا أكبر من أن تكون الأتراك في رسالة واضحة لأن يكون هنالك انقسامات أيضا عندما كان هنالك تصريح من كونديسا رايس عندما قالت بمخطط الشرق الأوسط الكبير لذلك تركيا معنية بما يحدث في المنطقة طيب نتوقف مع فاصل قصير ونعود لنتابع ساعة حرة كونوا معنا أهلا بكم من جديد أستاذ حكمة الحبيب لتفادي دخول تركيا إلى عفرين الأستاذ كاتب أوغلو يقول أن على الأكراد أن ينسحبوا من عفرين ومن منبج ومن مناطق حدودية أخرى في سوريا هل الأكراد مستعدون للانسحاب لتفادي دخول تركيا وماذا عن مشاركة قوات سورية إلى جانب القوات التركية في حال الدخول إلى عفرين. حقيقة ضيفك يتحدث وكأنه مسؤول عن الشعب السوري وينفذ خياراته أريد أرد أرد عليه بداية ثم أكمل أجيب عن سؤالك ذكر ضيفك قبل قليل بأنه قال بأن هذه القوات والأمريكان وعدوا التحالف بأن هذه القوات بعد أن تتم القضاء على داعش وهي تحارب داعش يتم انسحابها بعد ومرة أخرى يقول أنها إرهابية كيف لها إرهابية وهي تحارب داعش حقيقة كلام متناقض جدا كما سياسة حكومته يقول كلام متناقض عار عن الصحة كيف يقول أيضا بأنه يجب على هذه القوات أن تنسحب من عفرين عفرين هي حافظت على البنيّة التحتية وسكان عفرين لم يتحركوا ولم ينزحوا ولم يحدث أي تغيير ديموغرافي في تلك المناطق فمن الذي ينسحب من عفرين هل نغير سكان عفرين نرحل كل الأكراد الذين موجودين بعفرين وهم سوريين حقيقة أن كلام ضيفك و وكلام السياسة التركية اتجاه بلدنا سياسة استعمارية سياسة احتلالية واضحة جدا بعد أن تم القضاء على داعش تريد تركيا الآن أن تخلط الأوراق مرة أخرى تحت ذريعة احتلال عفرين كيف له ولحكومة أردوغان أن تحدد وتقول شكل سوريا المستقبل هذا الأمر يعود إلى السوريين إن كان نظاما فيدرالياً أو مركزيا أو لا مركزيا هذا شأن داخلي طيب. من حقنا كسوريين ما, ما معن... قريره. عن النقطة التي طرحها الاستاذ يوسف كاتب اوغلو بانسحاب الاكراد وقوات سوريا الديمقراطية من عفرين لتجنب دخول تركيا، وكيف ستتعاملون مع دخول قوات من الجيش السوري الحر في حال اجتياح عفرين من قبل الجيش التركي؟ وعندها تكون يعني قوات سورية من الجيش الحر وقوات من قوات سوريا الديمقراطية وجها الى وجه. نحن في قوات سوريا الديمقراطية قواتنا لن تقم مكتوفة الأيدي اتجاه أي اعتداء على الداخل السوري أو السيادة السورية حتى لو تطلب ذلك أي مكان من الجغرافيا السورية حتى إذا كان درعا أو حتى إلى عفرين الآن التي هي تهدد من قبل الحكومة التركية نحن لن ننسحب من مناطقنا السورية نحن سوريون موجودون بكل مكوناتنا لا يجب أن لا نسوق كلمة وجود قوات كرديه او قوات انفصاليه، هذا حقيقه تسويق اعلامي له غرض من اجل افراغ مشروعنا الوطني في الذي انطلق من الشمال السوري، واذا كانت هناك قوات من الجيش الحر الحقيقيه التي تملك مشروعا وطنيا نحن من الممكن ان نتحاور معها ونصل الى نقاط معينه تجمعنا من اجل القضاء على الارهاب وداعش والانطلاق بمشروع سياسي لكل سوريا عبر حوار سوري سوري، ليس عبر المدفعيه التركيه وتدخل الجيش التركي. واعتدائي كما ذكرت على سياده دوله دوله في الامم المتحده هم حقيقه يشوهون الحقائق جدا نحن نتفاهم مع كل السوريين ان كان في دمشق وان كان مع الجيش الحر نحن سوريون ولكن ما علاقه هذه الاملاءات املاءات من خلال شكل نظام سوريا المستقبل ومن خلال الاملاءات انسحاب قوات سوريه هؤلاء الموجودين في وحدات حمايه الشعب هم لم ياتوا من تركيا او من افغانستان او من ايران او من روسيا او هم سوريين يحملون الهويه السوريه ونحن نعرفهم عن قرب ونحن ابناء منطقه واحده متداخلين كردا وعربا وسريان، طيب. هذه الحقيقه طيب. التي يجب ان يفهمها المجتمع الدولي وبالتالي الدوله التركيه بالذات طيب نقطه مهمه، ذكرت قبل قليل انكم على تفاهم مع النظام في دمشق، هل يمكن ان تكون مساله دخول قوات النظام السوري الى عفرين مخرج بالنسبه لكم؟ نحن انا لم اقل نحن على تفاهم مع نظام نحن نقول لم يمكن ان نتحاور مع دمشق او مع الجيش الحر او مع اي قوى وطنيه تساهم ضمن الحوار السوري لا علاقه للدول الاقليميه ان تتدخل طيب. في الشأن السوري هذا شأن هل دخول داخلي النظام من الممكن ان يجلس يقو... من... يمكن ان يكون من الممكن... من الممكن ان نجلس مع النظام كان في القامجلي او دمشق او مع كل القوى الوطنيه السوريه ولكن ما علاقه هذا التدخل السافر دون قرار اممي والأمم المتحدة تحت اي ذريعه تتدخل تركيا وتسوق مشروعا بان هناك مشروعا انفصالي في الشمال السوري عارا عن الصحه ونحن ابناء المنطقه مدركون ذلك ويمكن ان تشاهدون بام عينكم من خلال منظمات دوليه موجوده طيب. على ارض الواقع لم... لم تجبني على سؤالي استاذ حكمت هل يمكن ان تقبلوا بدخول النظام كحل وسط يمكن ان تتوصل اليه روسيا مع تركيا ومع الاكراد لتفادي حرب تركيه كرديه نحن بداية لن, نقبل الإذعان والخنوع لأي دولة وخاصة الدولة التركية التي حقيقة حكومة أردوغان أضاغت الشعب السوري الويلات لا يمكن أن نضع لأحد نحن نتحاور كسوريون إن كانت هناك نقاط مصلحة وطنية لكل سوريا نتحاور مع دمشق مع الجيش السوري مع الجيش الحر مع كل القوى الوطنية الموجودة في الداخل السوري ولا نقبل الأملاءات الخارجية والوصفات التي تأتي من الخارج ضمن مشروع إرهابي ندركه هناك تواصل كبير بين جبهه النصره وحكومه حزب العداله والتنميه الذي هما بالاساس بتواصل مع القاعده طيب. وإيديولوجيا واحده، نحن نتحاور مع اي سوري مهما كان هذا السوري توجهه. طيب سؤال اخير هل يمكن ان تقبلوا بدخول قوات روسيه او ايرانيه الى عفرين لتجنب الصدام؟ نحن موجودون في عفرين أهل عفرين موجودون والقوة الموجودة هي من أهالي عفرين وعفرين هم يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم نحن نرفض أي تدخل خارجي إن كانت تركيا أو روسيا أو أيرانيا أو أمريكيا هناك يجمعنا التحالف مع الولايات المتحدة لمحاربة داعش ليس لاحتلال مناطق على حساب مناطق أخرى هل لأرضاء تركيا نقبل باحتلال آخر بدلا من تركيا نحن نرفض الاحتلال نحن أصحاب قرار وطني وأصحاب قرار حر حتى نبني سوريا المستقبل لكل السوريين ونحافظ على سوريا أرضا وشعبا نحن لدينا مشروعا وطني ورؤية سياسية وخارط طريق لحل الأزمة السورية عبر أي حوار إن كان في دمشق أو القامشلي أو سوتشي ليست المهرجانات الماراثونية والأستانة التي أخرج عنها مناطق خفض التصعيد التي أستغلتها حكومة أردوغان لضرب عفرين وعدم ضرب الأرهاب الموجود في إدلب طيب ااا يفغيني سيدروف هل نتجه نحو صدام ام نحو حلحله؟ قد تكون روسيا مشاركه فيها عبر نشر قوات روسيه ربما في عفرين. موضوعيا الاوضاع طبعا تتجه الى صدام لان تهديدات اردوغان يعني بالمقارنه مع تهديداته السابقه الان تختلف جذريا وهي م. تصاحب باستخدام عدد كبير من القوات والدبابات الى هذه المنطقه يعني هذه التهديدات هي واقعيه م. وبالتالي انا اعتقد بان روسيا انطلاقا من علاقاتها التحالفيه مع تركيا يمكنها ان تؤدي ربما مهمه الوساطة ولكن هذا الامر يتطلب ايضا مشاركه من قبل الولايات المتحده نعم. فانا مثلا اتوقع اتصالات ربما على اعلى مستوى سواء كانت اتصالات هاتفيه او غيرها بين قاده روسيا وتركيا والولايات المتحده للانفراج نعم. لتخفيف حده التوتر وربما اتخاذ خطوات من شان تهدئه الاوضاع في هذه المنطقه طيب اندرو تابلر اذا خيرت واشنطن بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية ماذا تختار وماذا عن مصير قاعدة إنجرليك في في تركيا هل أن واشنطن مستعدة لنقلها إلى سوريا مثلاً؟ لا لا اعتقد ذلك ولا اعتقد ان واشنطن ستضطر الى ان تختار بل ستحاول برايي ان تجد حلا لهذه المعضله هي معضله ليست جديده ولكن الان هناك تصعيد سنرى ما سيحصل في الايام المقبله ولكن يعني في المفاصل الاستراتيجيه لابد من خيار برايك من ستختار الكرد ام الترك؟ أو الأتراك. أعتقد أن أمريكا ستختار الاثنين معاً، طبعاً تركيا حليف منذ فترة طويلة للولايات المتحدة الأمريكية، أما قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت داعش فهي شريك جديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكل من الفريقين لديه مشكلة. لا. والمشكله ايضا هي ان النظام لا يمكن ان يسيطر في سوريا على كل الاراضي وبالتالي لا بد من العمل المشترك والمشكله التي اراها انا بين تركيا والقوات سوريا الديمقراطيه المشكله هي ان الفريقين يريدان المواجهه وليس وقفا لاطلاق النار رغم ان ذلك من مصلحه ليس من مصلحه اي من الفريقين طيب يوسف كاتب اوغلو اخيرا برايك هل ان الرئيس التركي يعني فعلا في موقع وموضع حرج بعد عدم حصوله على الضوء الاخضر الروسي وعلى الضوء الاخضر الامريكي لدخول عفرين وما هي خياراته؟ باختصار لو سمحت. لا بالعكس تماما بالعكس تماما يعني ليس هو في موقف حرج وانما هو في موقف واضح وثابت منذ بدايه الدعم الامريكي لهذه المجموعات او الميليشيات الكرديه المسلحه وبالتالي الموقف الواضح الذي لم يتغير بانه لن يكون هنالك تهاون في تنفيذ مخطط امريكي في المنطقة وهو أن يكون هنالك إقليم فيدرالي كردي على طول الحدود مع تركيا تركيا لن تسمح بذلك وهذا يعتبر تهديد لأمنها القومي الاستراتيجي هذا واحد ثانيا يعني الكثير من ضيوفك يقولون بأن تركيا وداعش والنصرة هم هم في نفس الجبهة وداعش دعمت من قبل تركيا والنصرة من قبل تركيا وهذا هراء وهذا كلام غير صحيح وعندما يقال بأن قصد هي التي حررت الشمال من داعش هذا كلام كلام غير صحيح ايضا راينا طيب. كيف كان هناك أستاذ تعاون بين من القوات الدب... من نشكر ايضا يوسف كاتب اوغلو من اسطنبول من, من موسكو سيدروف ومن واشنطن اندرو تابلر اعذرني استاذ كاتب اوغلو انتهت حلقتنا والى